حسيت اللي هو معلش هو فعلا يعني في امل في حاجه ممكن تتغير؟ يعني الدول العربيه حاسه فعلا بالخطوره، انا بتكلم حتى على المستوى العسكري دلوقتي، لانه اذا كان سياسيا، اذا كان في مشاكل ومحاولات للمصالحه ما بين الدول العربيه نفسها دلوقتي، فمش اللي بيحصل ده ممكن يستنفر الجهود ولا لا؟ بداية طبعا بشكر حضرتك على اللقاء. يا أهلا وسهلا بحضرتك. النقطة الثانية طبعا بمناسبة النهاردة 23 يوليو، أنا أقول كل سنة وأنتم طيبين ومصر كلها بخير بمناسبة الثورة 23. أنا ربطت بين الحدثين في بداية الحلقة، 23 قلت يعني يمكن عشان أنا بأمل. لا والله قلت يعني أهي يعني يعني وقتها الدول العربية بعدها حصل صحيح. في يعني صحيح. بعد الثورة دي تغير الدول، تغيرت الدول العربية كلها بإذن الله. مصر بخير إن شاء الله، وإحنا ماشيين في الطريق الصحيح بإذن الله. يعني النقطة الثانية اللي هي جزئية خاصة بموضوع الإرهاب. الإرهاب زي ما حضرتك ذكرتي وهو واضح للجميع أنه بيهدد حاليا جميع الدول العربية، والكل يعرف هذا الموضوع من الخليج إلى المحيط. الإرهاب لا دين له، لا وطن له. أسبابه متعددة، وأنا قلت هذا الكلام كتير جدا. أسبابه قد تكون داخلية، أكيد في عندنا أسباب خاصة بالمعيشة، خاصة بالجهل، خاصة بالوعي، خاصة بالمستوى العام للشعوب. مستوى أسباب خارجية، ودي متعددة، المؤامرات الخارجية، ودي السيد رئيس الجمهورية، وكل الكلام ده موجود. فالكل دلوقتي عارف أسباب الإرهاب، وحاليا بيعاني منها دولنا، بتعاني منها معاناة كبيرة جدا، والخارج أصبح حاليا يعاني من الإرهاب. وبهذه المناسبة أيضا عشان ما نقولش إن إحنا بدين الأعمال الإرهابية عندنا فقط، لا، الإرهاب هو إرهاب في جميع الدول، الترويع هو ترويع وهو إرهاب في كل الدول. بندين ما يتم في ألمانيا وفرنسا وأي دولة تانية يتم فيها إرهاب، إحنا بندين كل إرهاب أيا كان دوافعه، لأن هو كل دوافعه خطأ.